المنافسات صباح هذا اليوم وانطلاقة شوطنا الثاني والعشرين من أشواط الفترة الصباحية. هذا الشوط وانطلقت فيه 36 مشاركة. نتمنى التوفيق والناموس لجميع المشاركين. إذن مشاهدينا الأعزاء، مقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول أحمد السادة المركز الأول. المركز الأول ومن تتقدم الشجاعية لعبد الله بن مبارك الماضي الدوسري على المركز الأول. وفي مقدمة الشوط ننتقل مع مخرجنا ومصورنا النقل إلى المركز الثاني. مياسة على المركز الثاني لجاسم بن محمد العمري على المركز الثاني بن دغيمل العمري. دور المركز الثالث ومن تتقدم. المركز الثالث بديعة الحميدي بن راشد بن سالم بن لفجح انتقلت إلى المركز الثالث. دور المركز الرابع اللي انتقلت من المركز الرابع إلى المركز الثالث، سويسرا لسعيد بن محمد بن فضل الكعبي على المركز الثالث، كانت في المركز الرابع. المركز الرابع في هذه اللحظات. مركز الدخول من تواقه لعيسى بن سلطان بن سند اللي تسللت الى المركز الرابع وانتقلت الى مركز متقدم. المركز الخامس نشره لسلطان بن عبد الله بن غنيم الدوسري. هذه النتيجه ايها الاعزاء، ودخول مفاجئ، دخول مفاجئ من هوايل لاحمد بن مانع بو دواس العامر اللي انتقلت مباشرة إلى مقدمة الشوط، اخترقت حاجز الصوت وانتقلت إلى المركز الأول مباشرة. المركز الثاني ومن تتقدم، الشايقة لسلمان بن محمد الرزق العجمي على المركز الثاني. المركز الثالث تتقدم جو لمبارك بن راشد بن ثلاب الهاجري على المركز الثالث. دور المركز الرابع، هنا مياسة لجاسم بن محمد بن دغيمل العمري. المركز الخامس وصلت وانطلقت في هذه اللحظات تواقه لعيسى بن سلطان بن مبارك بن سند الهاجري، انطلقت إلى المركز الخامس. هذه النتيجة أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم، للمراكز المتقدمة الأولى ومقدمة الشوط والصدارة مع هوايل. أحمد بن مانع بو دواس العامر يقدم هوايل في هذا الشوط، يقدم هوايل وهذا العرض الجميل والأداء الممتاز من هوايل نشاهدها على صدارة الشوط وعلى الكادر الفوقاني في هذا النقل الحي وهذا النقل المباشر عبر قناة الريان الفضائية، النقل الحصري لسباقات الهجن وكل ما يدور وانطلاقات ميدان الشحانية أرضية ميدان التحدي. هذه على مقدمة الشوط هوايل لأحمد بن مانع بو دواس العامر على الصدارة وفي المركز الأول. المركز الثاني تتقدم الشايقة سلمان بن محمد بن فهيدة الرزق العجمي، وعلى المركز الثالث تواقة تنطلق لعيسى بن سلطان بن سند الهاجري. بينما المركز الرابع نشرة تصل سلطان بن عبد الله بن غنيم الدوسري. المركز الخامس تتواجد فيه مياسة لجاسم بن محمد بن دغيمل العمري. أعزائي المتابعين، عودتنا إلى هوايل، من استعدت استعدادا جيدا ونحن في منتصف هذا الموسم. هذا هو السباق المحلي السادس، شهدنا المنافسات التي دارت ما بين الملاك والمضمرين، وعلى ما يبدو بأن الهجن الآن وصلت إلى قمة الجاهزية التامة تقريبا. السباق القادم بالفعل المضمرين يبغون الرموز، اشتاقوا للرموز ولأشواط الرموز. السباق القادم سيكون السباق المحلي السابع، ويليه بعد أيام قليلة سباق المؤسس شيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. إذن السباق المؤسس هو أول الختاميات وباكورتها في هذا الموسم. نتمنى التوفيق للجميع. العودة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول، هوايل على صدارة الشوط لأحمد بن مانع بو دواس على المركز الأول، ضيف عزيز عاني
هوايل من دولة الكويت الشقيقة، من ميدان الشهيد فادي الأحمد الجابر الصباح، ومن مدينة كبد بالتحديد. عاني بهوايل للمشاركة بها هنا على أرضية ميدان التحدي. هذه الضيفة العزيزة على المركز الأول تنفرد انفراد تام عن بقية المشاركين. أحمد بن مانع بدواس العامر المركز الثاني خطير المنطلقة في هذه اللحظات، انتباه علي بن ناصر بن حسن الهاجري، ولكن وصلت في هذه اللحظات سلهودة مبارك بن محمد بن ناصر الخليفة، وصلت على المركز الثاني وانطلقت انطلاق قوي. المركز الثالث تتقدم فواصل لسعيد بن حمد بن جار الله بن سالمين على المركز الثالث. المركز الرابع انطلقت الظبي علي بن عبيد بن عبد الله بن شافي العامري، وعلى المركز الخامس وصلت من الجانب الآخر شعار بن شريم أوسكار لراشد بن طالب بن متعب بن شريم. العودة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول، 600 متر أخيرة، وانطلقت في هذه اللحظات انطلقت وتحركت هوايل أحمد بن مانع بدواس العامر مع المركز الأول. جرت الشوط الضيفة العانية من الكويت، أبناء الكويت يختطفون المركز الأول. إذن بدواس العجمي مع المركز الأول. المركز الثاني سلهودة مبارك بن محمد بن ناصر الخليفة مع المركز الثاني. المركز الثالث وصلت ظن سعيد بن محمد بن علي الفهيدة، ولكن عودتنا إلى مقدمة الشوط. يا أبو عامر روح اسرح يا أخوي، أشوف خطورة، أشوف الأبناء الغربية قادمين، الإعصار الغربي قادم. يا سلام خيال سلطان بن محمد بن سيف المنصوري، ولكن هوايل أحمد بن مانع بدواس العامر مع مقدمة الشوط، وإلى الكويت الناموس مباشرة. أسعد الله صباحكم يا أبناء دولة الكويت الشقيقة على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني أوسكار لراشد بن طالب بن شريم. المركز الثالث خيال سلطان بن محمد بن سيف المنصوري. المركز الرابع سلهودة مبارك بن محمد بن ناصر الخليفة. المركز الخامس ظن لسعيد بن محمد بن علي آل فهيدة. هذه النتيجة أيها الأعزاء أيها الحفل الكريم للمراكز المتقدمة الأولى في هذا الشوط، ومن خطفت المركز الأول هوايل لأحمد بن مانع بدواس العامر. تهانينا يا أحمد على هذا الفوز. هذا هو الملخص، أبناء الكويت يبدعون اليوم، يتميزون من خلال اختطاف ناموس هذا الشوط. 8 دقائق 14 ثانية 93 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لملك هوايل أحمد بن مانع بدواس العامر. المركز الثاني وصلت أوسكار. 8 دقائق 16 ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس لمالك أوسكار راشد بن طالب بن شريم المري. المركز الثالث خيال احتلت المركز الثالث. توقيت الزمني 8 دقائق 16 ثانية 14 جزء من الثانية. تهانينا لمالك خيال سلطان بن محمد بن سيف المنصوري. تهانينا والناموس لكل الفائزين، وشكرا يا أحمد السادة.